أنا اليوم اتصل بأحدهم أو أرسل رسالة يقول نحن الآن, أنا ما ودي أذكر البلد حتى لا يقول بعد قصدته يزعل, من بلد من بلاد, يقول وبلاد أوروبا, يقول نحن الآن في أوروبا وصيام 15 ساعة, يعني هل يجوز أن نفطر ونصوم في الكويت بعدين لا رجعنا؟ فدزيت لك قلت له احنا نصوم 16 ساعة وحر الكويت وانت تعرفه, شنو بأوروبا 15 ساعة تشكى, هل بالكويت 16 ساعة وهالحر وبشهر 7 شنو تشكى انت بأوروبا؟ فقلت له احنا بالكويت 16 ساعة يعني وحر عز الحر وانت تدري بالجو بالكويت الآن. فحتى يتذكر الإنسان عندما يمتنع عن المفطرات أو خلنا نقول عن الأكل والشرب خلال هذه الفترة, خاصة الآن حر شديد وعلى الحمد لله على كل حال, تذكر اللي ما اللي أنت شهر كامل وبس للمغرب وطوال الفترة تحت مكيف أو كذا, تذكر غيرك اللي طوال السنة حالة كذي ملاقي يأكل, تذكر الغنية تذكر الفقراء, أنت نص يوم وتشكى, ما بالك اللي كل يوم على مدى 365 يوم 365 يوم طوال السنة هو جائع, طوال السنة لا يجد ما يطعمه, غير النفسية التعبانة خاصة إذا كانت أما أو أبا ويشوف أولاده أمامه يتضاغون من الجوع والعطش, وإذا كان بعد مع حر شديد أو برد شديد. فيتذكر الأغنياء حال الفقراء, هذه حكمة الإنسان بعد ذلك يقول الحمد لله أنا بنعمة حسيت بشيء من الجوع, هذا كل يوم يحس بالجوع فتزداد صدقاته في رمضان وبعد رمضان عندما تذكر هؤلاء الفقراء.